تجهيزات لانا محمد لحفلة خطوبة شيرو، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام العديد من المشاهير بنشر مجموعة من الستوريات وهن عم يجهزوا حالهم لحفلة خطوبة شيرو، وكشفت لنا ان الفستان طلع عليها بجد، وكمان صرحت انه هي راح تلبق عليه اكسسوارات باللون الفضي. اترككم مع المقطع ورايكم بخصوص هذا الخبر. اليوم عندنا خطبة، هلا نحن جايين نسوي ميك اب، بس بصور هيستوري مشان افرجيكم شغلة واحدة واللي هي جايز طلعتوا حاطة البيت بالغلط، شكلي كثير مزعج. اوكي، اول شيء احنا لعند كوين كراون، شوفوا فساتينها الحمد لله، فستان لنا جاهز الاخر وجبناه معنا، بس فستاني في له كم تعديل عم نعدل عليه هلا، يعني هو معدل لي عليه وبعدين رح ارجع اخذه. بدكم تحذروا اللون، بدكم تحذروا الديزاين، بدكم تحذروا اي شيء، مستحيل حدا يفهم من كثر ما مبسوطه بالفستان. يعني اذا قلت لكم من كثر ما مبسوطه بالفستان، يعني اذا قلت لكم احلى فستان بلبسه بحياتي واحلى لون، مستحيل تصدقون. نو واي تصدقون. فانا كثير مبسوطه، ثانك يو سو ماتش كوين كراون. ويس تخدم مطرقه عين بشرتي، شوفوا صار عندي التهاب بالبشرة، شوفوا بس يعني الحمد لله عم بتعافوا. فهاللون الماركس يعني بيروحوا يومين وبيروحوا، بس عدا عن هيك باقي الوش كله تمام، بس هالطرف